مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من قلب منطقة الحي المحمدي. الساكنة هنا كتشتكي وكتحتج حسب تصريحهم ان كاين واحد الشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وللاسف الشديد مازال ما جاوش داو حسب تصريح ديال الساكنه، والساكنه خايفه من المخالطين حسب تصريحهم. العمال كيقوموا بالتعقيم مشكورين اكيد، شكر لهم اللي كيقوموا بتعقيم المنازل المتواجده بهذا الحي اللي فيه هذا الشخص اللي مصاب او اللي مشكوك باصابته بكورونا. شكرا لكم ايضا يغامروا بحياتهم وبارواحهم لشفتهم الصفوف الاماميه مواجهه مع الخطر. الله يشفي جميع المرضى. مع ارتفاع هذا العدد الهائل ديال الاصابات ايضا الوفيات، المرجو المزيد من الحيطه والحذر، ارتداء الكمامه واجب، وايضا احترام مسافه الامان. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، خويا عفاكم من الناس اللي هم لينا عفاكم. غنشوفوا أحد، نشوفوا الساكنة، الساكنة اللي كيحتجوا. هادو الساكنة في منطقة الحي المحمدي في هذا الحي اللي كيحتجوا وكينددوا ان ما جاوش لحدود الساعة، ما نقلوش المصاب بفيروس كورونا حسب التصريح ديالهم المستشفى. ايضا كاين تخوف من المخالطين اللي مازال تيخرجوا تيتكداو. السلام عليكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا. اولا كنشكروا قناة ديال شوف تي في على هاد الالتفاتة هادي. هذه مدة ديال ثلاثة ايام وعندنا واحد المصاب هنايا مصاب بمرض كورونا. شحال من نهار؟ تقريبا طرواج ثلاثة الأيام، لأن كاين السلطات المحلية كانت معنا جنب لينا جنب، لا السيدة القائدة لا الناس ديال السلطة كانوا معنا وداروا التقارير، داروا التقارير. غير المشكل اللي كاين هو أن مندوب ديال وزارة الصحة في المنطقة ما عرفناش حنا شنو ملي كيوصلوا التقارير على أنه كاين واحد الحالة مرضية في واحد الحي شعبي. حنا كنا كنعرفوا الأحياء الشعبية كيفاش دايرة بالساكنة، عندهم وليدات صغار كيخرجوا للزنقة، عندهم زوجة، السيد عنده زوجة كتخرج تقضي الأغراض ديالها، رغم انه غادي يكونوا تما مصابين بما انهم راه كيعيش معاهم واحد الشخص اللي هو مصاب. يعني ماشي بالضروره يقدروا يكونوا مصابين.
مصابين يقدروا يكونوا ما مصابينش. اليوم عندنا حاله هي ديال المصاب، الحاله ديالهم مؤكده، مؤكده الحاله ديالهم مؤكده، وهذا الشيء من السلطات، السلطات المحليه هي اللي اكدت لنا على انه هذه الحاله ديال هذا السيد راه كاينه عنده حاله. والعائله ديالو حتى هما خايفين تيتصلوا باش يجيو يديو السلطه. واه راه من البارح والعائله ديالو كتخرج، الزوجه ديالو كتغوت على الجيران على اساس باش ينقلوا هذا السيد ويديروا معاه شحال. هو رجل كبير شويه السن، تقريبا عنده واحد 60 سنه. حنا اليوم بغينا نعرفوا محمد الخامس نورمالمون خصو يكون المستشفى ديال محمد الخامس عنده علاقه بالساكنه ديال عين السبع الحي المحمدي، ما خصوش يبقاو يجيو ليه حالات من اماكن اخرى، لان ديك الاماكن الاخرى حتى هي فيها مستشفيات. اليوم مستشفى محمد الخامس كيقولوا على انه عامر، والناس ديال الحي المحمدي كهذا الشخص هذا ما كايناش ليه البلاصه ديالو. حنا ما عرفناش حنا المساله ديال الادويه واش خداها ولا ما خداهاش، ما عرفناش هذه المساله. المهم حنا كنطلبوا من السيد المندوب ديال وزاره الصحه باش يلقى مكان لهذا السيد هذا باش يمشي يتعالج قبل ما تولي الكارثه في المنطقه، لا الاطفال لا الدراري لا العيالات. هنا بعد الزنقه اللي كاين فيها هو هذا السيد المصاب، فيها مجموعه ديال الناس كيعانيوا من مرض، امراض مزمنه، كاين طونسيون، كاين سكر، كاين بزاف الناس مرض، يعني الا مشات تصاب لهم هذا المرض راه مشكله كبيره. خفنا لا تحول البؤره، هذا الشيء علاش حنا قمنا بهذه العمليه هذه باش تدخل السلطات المحليه، دارت الواجب اللي عليها، لا السيده القايده لا الناس المساعدين ديالها لا كل شيء. هذه ثلاث ايام هما معانا، ولكن حنا بغينا السيد مندوب ديال وزاره الصحه في المنطقه هو اللي خصو يتحرك معانا شويه، وخصو الناس ديال الحي المحمدي يلقاو اماكن في محمد الخامس باش نحدوا من هذا المشكل. الانسان اللي كان مسن ومريض وما قدرش يدير الحجر خصو يمشي للمستشفى باش يتعالج. هادشي اللي كانوا، كنشكركم بارك الله فيكم. معنا احد الساكنه ايضا بالحي اللي فيه شخص مصاب بفيروس كورونا حسب تصريحات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شنو المشكل؟ المشكل هو كورونا، الناس عادت عندنا بزاف هاد الدرب هذا، ما عرفناش هاد المرض واش مع الله ولا مع العبد. هادشي ضرينا فيه خشي الداخل في قلوبنا في بناتنا، الناس اللي كيحبونا والناس اللي كيحرك لا اللي كيشوفونا كل نهار، اما هاد راه مخبينا استاذه الله هو كل شيء. ما كورونا راه ما كاين لا كورونا لا والو، كنقول راه الى يد الله عز وجل. هاد السيد هذا اللي مصاب كورونا واش جاب مع السخانه من العروبيه له استاذه، جاب مع السخانه من ضربه الشمس ديال العروبيه، ماشي الشمس ديال المدينه، ضربه الشمس ديال العروبيه، كون ضربه الشمس ديال المدينه كون داوى، ضربه الشمس ديال العروبيه منو ليه مشى على البلاصه ديال الدرب عندهم يداوى عندهم. السلام عليكم. شكرا الله يعاونك. السلام عليكم. اختي انا جيت قالوا لي شوف واحد في كورونا. ما عرف والو واحد. تنضحكوش في هذا الشيء. هذا بما فيه الكفايه زعما. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كنتم معنا من قلب الحي بمنطقه حي محمدي، بحيث كاين شخص هنا حسب تصريح الساكنه فيه فيروس كورونا المستجد، والساكنه كتطالب بنقله للمستشفى من اجل تلقي العلاجات، وخصوصا انه شخص مسن